اخبار اليوم. مين اللي معاه اسمها؟ لازم على الاقل يبقى عندي 3 وجوه جديده كويسين، شباب صغير بشتغل عليهم الفتره. شباب صغيرين يكونوا معروفين ولا غير؟ ما مش لازم يعني، عندي حد من الصعيد لازم يكون حد من الصعيد عشان طلبة الصعيد يعني ولا عشان؟ لا 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 لا، التزام مني انا من المره اللي فاتت. اهل الصعيد جولي انتخابات الفتره. بس شباب غير خبره في الكوره يعني هيعمل لك ايه؟ ما هو شوف حضرتك يعني انت شباب في العالم اللي كنا ماشي، لكن شكله فاهم قصدي؟ ايوه الكواد الجاهز فيها بعض الهجوم يعني. كلهم بتوع كوره برضه. كلهم بتوع كوره، بس يقعد على الترابيزه يعرف يقعد على الترابيزه ويناقش يتعلم. نتكلم على الصعيد، المره فاتت انا قلت لهم يا جماعه انتوا لازم حد من الصعيد عملوا انتخابات ديمقراطيه حقه بينهم بعض، جابوا واحد. المره دي قلت لهم يا جماعه انا عايز حد من الصعيد، اقعدوا مع بعض واختاروا واحد، وهم اختاروا لي ثلاثه اختاروا منهم واحد. وابحاث وشغل صح. ليه؟ لانه انت انا مش عارف الكوادر كويس، وبالتالي انا دايما اقول حد يبقى ممثل من اهل الصعيد يبقى موجود في وسطنا. لان انت هتقول طب هو ذنبه ايه انه ما تعرفش في مصر؟ ذنبه ايه انه هو في نادي صغير؟ ما لازم حد يجي منه. انا مقتنع بيه تماما ولازم الشباب يجي صح. بس ال 90% تقول مين هم اسمائهم؟ لا لازم كده حاجه نطلع فيها يعني. الاسماء هم معروفين يعني. لا اللي هو يعني يقول لهم يعني 90% اللي انت مستقر عليهم وضمن 90% عندك انت دلوقتي شوبير في مشكله صح؟ يعتبر شوبير مش نازل. لا لازم اقول كمان صح لازم اقول. يعني عندك شوبير، حازم الهوالي، احمد مجاهد، كرم كوربي، حسن فريد، سيف زاهر، سحر الهواري، دول الاساس. بس الناس دي يعني بدون ذكر اسماء يعني هتلاقي ناس كتير في الشارع متحفظه على بعضهم، وانا مش هذكر اسماء، لكن اعتقد انه الشارع ما انت تيجي مثلا مرتضى يقول لي بلاش حازم الشارع، انا ما اعرفش. انا بقول لك اللي بيحصل مش على اساس. لا انا بقول لك بلاش اسماء. انما انا ما بي هو بيكلمني بكلمه. هل اختيارهم على اساس اصوات ولا على يعني قوتهم ولا على اساس صلاحيتهم؟ هو في طبعا اولا اكثرهم عندهم علاقات بالجمعيه العموميه. يعني في ما انت لازم برضه تبقى الترابيزه الرئيس اللي جاب الترابيزه، ما ينفعش يجي لك حد من بره بعد كده. انا ما عنديش مشكله مع الناس دي طبعا،